مشاهدينا الكرام، ارحب بحضراتكم الى هذه الحلقه الجديده من برنامجكم الاجتماعي الانساني تراحموا. مشاهدي الكرام، واحد من البيوت اللي جينا لها في هذه الحارة، حارة الكورنيش في الحديدة، هذا المنزل ناس كثير وصفوه، قالوا على صاحبة هذه الأسرة إنهم ناس يستحقوا المساعدة. بنشوف هذه الحالة. السلام عليكم، كيف حالك أم؟ الحمد لله، كيف حالك أنت؟ العافية. اسمك؟ اسمي سابرة. سابرة، حياك الله يا أمي. نقدر ندخل؟ هذا بيتي؟ أيوة هذا بيتي. تأذني لنا ندخل؟ عيوني. مشاهدي الكرام، احنا ندخل الى بيت الحقة سابرة وندخل في هذه الحقة سابرة. هنا تعالي معي امه، تفضلي تعالي. وينهم جالسين؟ هذا البيت حقكم؟ احنا مستأجرين. وبيت وراي بيتي مجتمع. ايوه. واخ السكر. وانا تعبانه خاصة. زوجك قصدي. وعيالي بناتي اذا بقيا ولا معهم شيء، اي عيال ما يهبوا لنا ولا شيء ولا معهم شيء. قد حال الدنيا. والبيت ينو هناك؟ انتم اكثر من موضوع معكم. السلام عليكم. كيف حالي؟ الحمد لله تمام. اسمي؟ اسمي نوال. أمينة. أمينة. وأنت؟ الله والحق. أحمد صغير سالم. أحمد. صغير سالم. صغير سالم. إيش في؟ قالوا لك معور، مدري إيش في بك؟ سكري. أي سكري تعبان. يهب لك العافية والصحة والسلامة إن شاء الله. 5 سنوات موت راح خالص. الحمد لله. الله يدي لك. تعبان فوق احنا المطر، لو كنت تشوف انا كيف حالتي احنا والله تبكي. احنا بكي اول، انا اليوم ما سوى المطر يوم الجمعه دي كله من الفاضي. قال صار نصرخ نصرخ وغرقنا ما هنا، كنا نصرخ ونكون غيروا الا احنا. بس سقيفه ولا بالبيت؟ البيت قال لك ومتى الله يجزاك الهدوم تبتل الدنيا كلها وكان كذا. طيب مشاهدي الكرام، انتم شفتوا بيت هذا الرجل الرائع الطيب واسرته المتواضعه، الناس البسطاء فعلا. الصدقه باب من ابواب الجنه. تليفون البرنامج بيمر امامكم على الشاشه، اللي حابين يساعدوا هذه الاسره يقدموا مساعدات يدوها لنا وان شاء الله نوصلها لهم. انا بس عشان اروي لكم حاجه، البرنامج بيقدم كيف رمضان، مصاريف رمضان. ايش سويتي يا امه؟ رمضان كيف يعني؟ انت عصاين بيوتنا الشربة هينو كعنا مدرب كان بودرة هينو كعنا كاس شربة. فطروا حن صراحة الناس رمضان أول ما يجي لما تتأخر يعني الناس يقول لها يوم يا أبو لحنا يوم ما بيش معنا واحد داخل بيته مستور. مستور صح. طيب انا بجيب لكم حاجه كويسه، اول نحل على مشكله. اول حق مصاريف رمضان، البرنامج بيقدم سله غذائيه متكامله، انتم بتشوفوها وان شاء الله تعجبكم. هذه السله الغذائيه في متكامله، انتم بتشوفيها مقدمه من الشركه اليمنيه لهاتف النقال 7 فون، فيها مقاضي كثير، في قطمة رز وقطمة سكر وكيس دقيق. تمام، جزاك الله خير. طيب في اشياء معينه تحتاجوها غير الكسوه والحاجات هذه؟ حنتكلمك بس الصراحه يعني كانوا دالحين اصلا حصلوا اول امس كيس بور، كانوا بيبيعوا بيشتروا مشمعات القطرق عشان المطر فوق احنا ينزل المطر فوق احنا. بعدين صراحه ما كفش البيس كلهم 3 و5 باعوا الكيس البور، ما كفناش البيس والمطر فوق ما يشتون اي شيء، ما في معه حتى حق مشمع ب 5000 ريال. انا اتكلم بصدق الوعد ليه ما يقدر انا يسكت، ما فيش معه حتى كلمه مشمع. اشتري مشمع كامل ب 5000 ريال نغطي عليه كامل من المطر، ما يجي اليوم المطر ينزل فوقهم والله ما اقسم بالله ما معنا. في مبلغ مقدم ايضا من 7 فون شركة اليمنية للهاتف النقال في 50000. كويس تنفع امه. طبعا انا بتشتري تشتروا للبنات ثياب وتشتروا الطربال والحاجات كذا. الله باذن الله ان شاء الله. انا كنت اشتري لكم امين مشاهير لكم مبارك فيكم. انا كنت اشتري لكم دبه غاز و خلاص ما دامت انا اقل فلوس من اشتري دبه غاز كمان، لازم نحن نشتري دبه غاز. صار امي صراحه تعبت في الحطب، تحطب مسكينه تعبت. شوف الحطب كيف هو دبه غاز قال مجنون. ايوه مدبه بخمسه شهور غاز. خلاص الله يدي لكم العافيه. طيب الله يهبك العافية. شوفوا عشان دبة الغاز والبوتاجاز 20000، هذا موضوع لوحده غير الـ50. مقدمة لكم من فاعل خير، إن شاء الله تكفي تشتروا بدبة الغاز والبوتاجاز عشان أميك الحطب ما الحطب. تمام. هذا الطربال هنا بالفلوس هذه والملابس. أشوف مشاهدي الكرام نكون وصلنا إلى ختام هذه الفقرة، لكم مني أطيب التحيات وأرق المنى وأشوفكم على خير. هذه الـ20000 يا أمي. تمام. أستودعكم الله، مع السلامة.
الحب والحب والإحسان. ندق الباب ونشوف. السلام عليكم، كيف حالك؟ إذن لنا ندخل. إذن عمي محمد إذن لنا بالدخول. ندخل إلى منزلك. كويس البيت، بسيط، وهذه أسرتك جالسين هنا. ندخل نسلم عليهم. السلام عليكم، كيف حالك؟ الحمد لله. نتعرف عليكم. السلام عليكم. السلام. ماك الجبار. اياد. اياد. اسمعي. خديجة. ياسمين. وانتي؟ مريم. مريم. اياد. ملك. طيب قلت لي ايش عملك؟ انا عسكري. عسكري، يعني معكش مهنة ثانية؟ كيف تدبر عمرك وتدرس؟ يا ربي. انت واقف عن العمل الان ليه؟ لانه تعبان. تعبان ايش؟ تعبان في العمليات، كل عمليات. اوه، ايش اللي؟ التواب الماء. وبعدين؟ صلحنا لنا عملية ولسه قام من جديد. متى عملت العملية؟ شهر 5. هذه السنة. كيف نجحت؟ الحمد لله تمام. الحمد لله، يديلك الصحة والعافية. موضوع عمي محمد الرائع، هذا الرجل صاحب الأسرة الكبيرة والبيت المتواضع. مشاهدين الكرام، استعرض بيته وشفنا مشكلة السقوف هذه خاصة البيوت العشوائية عاملة لهم مشكلة، والتوزيع اللي يعنيها بسيط جدا. يا اللي راغبين يقدموا مساعدات لهذه الأسرة أو للأسرة الأخرى، التليفون بيمر على الشاشة وإحنا سنوصلها لهم. عدد كبير من اللي تعاطفوا بالبرنامج وقدموا، مغتربين مغتربات في كل سواء الوطن العربي أو الأوروبا والأمريكا. إحنا بنشوف أيضا من داخل اليمن مبالغ كبيرة توصل، بنقدمها فورا في فقرة اسمها عدنا. ستشاهدون أننا بنقدم، بنأخذ فلوس، بنأخذ حاجات ونعود نصلح، وحتستعرضوا إن شاء الله في البرنامج اليوم 10 رمضان. بتشوف إن شاء الله بقية الفقرات وإيش اللي حصل في هذه البيوت. عمي محمد رجل رائع، البرنامج بيقدم حاجات معينة بيساعدكم أنتم ويشل عنك جزء من هذه المشكلة وهذا الأعباء اللي بتشوفوها. هذه واحدة من الأشياء اللي بنقدمها في البرنامج، هذه سلة غذائية مقدمة من برافو سنتر، واحد من المراكز التجارية في بلادنا، وإن شاء الله حتعجبكم. كويس؟ كويس. تمام. عشان البنات أنت معك ما شاء الله كم عددهن؟ 5. 5 ما شاء الله. في معانا سلة ثانية، سلة ملابس مقدمة من برافو سنتر. كويس يا عم محمد، أتمنى أني أقابلك إن شاء الله في ظروف ثانية. أنت احتياجاتك بسيطة، احتياجاتك بسيطة وتحتاج الفلوس. إيش الأساسيات اللي تحتاجها؟ الأساسيات البيت زي ما أنت شايف، أول حاجة لا سقف ولا لا ولا. في مبلغ مقدم لك 50,000 ريال، إن شاء الله هتساعدك. هذه 50,000 مقدمة من فاعل خير في أمريكا، $100 احنا صرفناها طبعا وزيادة. هذه 50,000 تخليها معك تشتري لك حاجات عشان تسقف البيت. شكرا لكم وشكرا لفاعل خير. عافية، هو يستاهل كل خير. هذا الرجل الرائع ويدي له طول العمر، وأشوفكم فقرة ثانية بإذن الله. بالتكافل والتراحم والحب مشاهدينا الكرام، عدنا. هذه الفقرة اسمها عدنا في البرنامج، نعود إلى هذه المنازل التي أهل الخير ما قصروش، فاعلين الخير وفاعلة الخير لم يقصروا. التبرعات جاءت، عدنا إلى هذه المنازل عشان نشوف بعض الحالات التي استحقت هذا الاهتمام من مشاهدينا الكرام. عرفتم هذا البيت، بيت غفران، تعاطفتم معاه كثير، كلنا تعاطفنا، لكن نشوف هذه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشوف ايش دخلتي الكهرباء ما شاء الله. دخلت الواير، الله ينور عليكم. عشان كذا مبسوطة يا أمه. الحمد لله، والله دخلت مروحة لبيتي، الله يبرد عليكم دنيا وآخرة. الله يستر. آمين يا أمه، آمين. طيب أستأذنك ندخل؟ تفضلي تفضلي. ايش هذا سويتي بالناس؟ خليتي الناس يحبوني كثير والله. شفتي بكات الناس كلهم. عليكم دنيا اخره وربي ينور عليكم وندعي لكم من يوم ما ربي دخلت لي الواير، دخلت الواير الحمد لله وكذا. امين. شوفي الحال، الناس متفاعلين معاكم. هو هي انا رجعت لكم ثاني مره، فريق البرنامج وصل هذا مبلغ 300,000 ريال ساعدك. تمام، وتكون بالسلامة والعافية ربي. لا تبكيش بس، رجعنا يخلي لكم ان شاء الله ربي، خلي لكم يا لكم ربي يستركم دنيا واخره. الله يهب لك العافيه. هذا من فاعل خير
جزاهم الله خير اتفاعلوا معاكم عشان تعالي جيبي. يبا والله الله يستر عليكم استاذ، صلح لها غرفه حتى صغيره اصلا ما تجيال مناعها تضعف تفلت عليها هي واخوانها في مكان واحد، يقولوا لها بيها قد ايه بتساعدك ان شاء الله تعملي لها غرفه مستقبل. ينور عليكم دنيا واخره يا ربي، والله يستر على دنيا واخره. تفضلي الفلوس. انا في واحد ثاني في وفاعل خير ان شاء الله هيقضي لكم مصروف شهري ان شاء الله بالسعوديه في المملكه العربيه السعوديه، بيدي لكم 500 ريال سعودي شهريا. انا قبل ما اخرج تدي لي بطاقتك، معك انت بطاقه؟ ايوه ايوه. تدي البطاقه للطاقم البرنامج وان شاء الله يكون معك شهريا مصروف. يستر عليه دنيا واخره، والله يجعلها والله يكثر من امثالها دنيا واخره، الله يستر عليكم. وهذا فاعل الخير الله يجعله ان شاء الله للخير دنيا واخره. يا رب ان تستر عليه يا ارحم الراحمين يا رب يا كريم. يلا امي. ان شاء الله باذن الله نور في الدنيا وفي الاخره ربنا ان شاء الله. الله يدي لك العافيه امي، خلاص. ينور عليك الرب. يدي لك العافيه انت ست فاضله امي. الله يستر عليكم دنيا واخره. يلا الله يبارك العافيه ربي ان شاء الله. يلا احنا نستودعك الله. مع سلامة الله. ربي بإذن الله واحد أحد. بالتكافل والتراحم والحب والإحسان. نشوف هذا البيت ونشوف هذا المنزل مشاهدينا الكرام. وهذا هو المنزل. السلام عليكم. كيفكم؟ الحمد لله الله يعافيك. نستأذن ندخل عندكم البيت؟ إذا الحقة أذنوا لنا في الدخول إلى منزلهم. إذا فتحوا لنا البيت عمي محمد والحقة. اسمك إيش يا أمي؟ اسمي فاطمة خماش الحاشدي. حياك الله يا عمي فاطمة، ما شاء الله عليك. ولولا بناتي. أيوه اسمك؟ اسمي أمينة علي حسن الشهراني. فاطمة عثمان. فوزة شهري. مريم الشهراني. اخوات يعني اخوات. وهذا المعوق ايش قصته؟ ابنه. ايوه الف لا باس عليه. هذا من يوم ما خلق وهو في هذه الحاله يعني خرج يعني وقعور مع الولاده وكل حاجه وحصلت له حمى شوكيه وخلق. الله يديم. ولنا حوالي 20 سنه واحنا نعالجه الحمد لله تحسن في العلاج بقدر ما نستطيع والباقي على الله. اسمه؟ هيثم محمد. ما يتكلم؟ لا يتكلم. كيفك يا هيثم؟ الله تمام. سلام طيب. طيب. شهر كريم علينا وعليك. عافية يا ابني. يعني في أمل لعلاجه؟ في أمل لعلاجه إذا في إمكانية للخارج ممكن إحنا نعالجه ويستغرق علاجه يعني يكلف إلى مبالغ بالدولار. وإن شاء الله يرجع. الله يرجع إلى حالته الطبيعية. من ينظف له؟ من يلبسه؟ خواته. خواته يغسل له وينظف له ويصبن له. لهنا لهنا الجنة إن شاء الله. لأنه والكل ما يقدرش يأكل. لهنا الجنة. هذا ولد رائع رائع ما شاء الله. طيب مشاهدي الكرام انتم بتشوفوا التليفون الان على الشاشة، اللي يحب يساعد هذه الأسرة وهذا الظرف الاستثنائي لهذا الولد الرائع يقدم المساعدات وسنوصلها لهذه الأسرة سواء لهذه الأسرة أو لغيرها. التليفون بيمر أمامكم على الشاشة. أنا في الفقرة هذه اللي أبكي النسوان هذا يبكينا لكن أنت ما شاء الله دخلت لنا للسعادة ولا طيب خير. امين يا امي. انا وانا وانتو هانا انا نختصر الموضوع في البرنامج بيقدم لرمضان سله غذائيه حتشوفوها ان شاء الله تعجبكم. هذه السله الغذائيه مقدمه من امازون. امازون شركه المجهلي للتجاره، فيها مواد ان شاء الله تعجبك في رمضان. جزاك الله خير. الله يبارك فيكم لكل البنات ويصلح عملكم. الله يبارك فيك ويصلح عملك ويوهل فزيلتك. وفي مبلغ مالي يا امي مقدم من الامازون 30,000 ريال ان شاء الله تساعدك في مصاريف حاجات كذا. تمام كويس. الله يستر عليك. كويس كذا حاجتك يسهل رزقك ويقبل قبولك بجاه النبي. يبقى في 20,000 ريال انا بديها تشتروا له حاجات مقتضيات للولد. هذا مبلغ مالي مقدم 20,000 ريال من فاعلة خير في امريكا. جزاها الله خير. امين. وهذه 20,000 ريال هذه عند جدتك. يظل الكلام موصول. هذه الحالة لهذا الإنسان الرائع. أرجو مش آمن يا أمي. أرجو مشاهدي الكرام التعاطف الزائد مع هذه الحالة لهذا الإنسان. قضية أنه يسافر الخارج 50,000 دولار في كثير مقتدرين.
اتمنى ان شاء الله ان تكون الفقره دي عجبتكم مع هذه الاسره الرائعه والبنات الاروع وامهم هذه وجدتهم. مع سلامه الله يا امه. مع الله. الله يديمك. الله يقبل قبولك. نكتفي بهذا القدر واشوفكم ان شاء الله فقره ثانيه باذن الله. إذن شكرا لكم انكم دليتونا على هذا البيت، قلتم يعني مساكين. السلام عليكم. كيف حالكم؟ الحمد لله. كل سنه وانتم طيبه وشهر كريم علينا وعليكم. علينا وعليكم. رمضان كريم. اسمك الكريم؟ ام مجاهد. يا ام مجاهد تسمحي لنا ندخل بيتك؟ اذنت لنا مشاهدين الكرام ام مجاهد. تفضلي يا ام مجاهد. اذا هذا بيتكم صح؟ ايوه. ما شاء الله. بيت ملك ولا مستاجرين؟ لا بيت ابو العيال. طيب هذا العيال حقيقة كم عددهم؟ خمسة باقي البنت الكبيرة موجودة. مش أبوهم فين؟ في الشوارع. إيش الشارع؟ إيش معنا في الشارع؟ أنت أبا على نفسي. أنت مجاهد صح؟ إيه إن شاء الله. الله خذك أنت الخير والبركة. طيب إيش يعني خرج للشارع؟ إيش هي؟ ضايع. أيوه تعبان مرض آخر شيء خلاص. يعني جنين مثلا ولا؟ أيوه. الله يشفيك. تعال كلمة جنون. الله يشفيك. وأنت اسمك؟ محمد ياسين. محمد وانا احمد ياسين بها. وليش البيت كذا لا مفروش ولا ما عندنا فرش؟ كيف ترقدوا بالارض؟ خلاص كذا جزاهم الله خير يعني اهلي جابوا لي فرشه كبيره افرش لهم اياها فوق السطح ولا الله يدي لكم العافيه. حاجات بسيطه. في كهرباء في البيت؟ في كذا معي بطاريه صغيره حق الباصه تعبيها من برا و باليوم احيانا تجلس نص يوم تكمل احيانا على لمبه الحمام لمبه. طيب انا ما اطولش عليكم. بالنسبه للمقاضي رمضان مصاريف رمضان الجهال يشتو حاجات ياكلوها يشتو ايش؟ الحمد لله مستور الحال. الحمد هنا وهنا كلها من الجيران. طيب انا اختصر لك الموضوع. هنا في سله غذائيه تفضلوا تشوفوها. سلة غذائية فيها مقاضي إن شاء الله كويسة مقدمة من النجم للحوالة المالية. والله خير كل من قدم الخير الله يديه الصحة والعافية. العافية. وفي أيضا قطمة سكر وقطمة رز وكيس دقيق. جزاكم الله خير. طيب أنت قلتي لي عليك تشتي ترميم السقف والحمام تعملوا له باب وكذا. أيوة إذا في والله تمام. وفراش فراشين حاجة. نشتي فرشة للعيال جزاكم الله خير. نشتي يعني حاجات زي الناس. في مبلغ مالي أيضا يا أمي مقدم من النجم للصرافة والحوالات المالية 50,000 ريال خليها معاكي وإن شاء الله يعني تمشي الحال. في ميزان حسنات كلها متبرع إن شاء الله. إذا مشاهدي الكرام ننهي هذه الفقرة. أشوفكم على خير إن شاء الله في فقرة ثانية بإذن الله. مشاهدي الكرام هذه الحارة والقرية قرية الكورنيش. هذا منزل الرجل الأعمال يقول كيف حالك أبا؟ كيف صح؟ السلام عليكم. تفضل هنا شوية يتعرفوا عليك المشاهدين. اسمك الكريم؟ عايش حمادي مدوح. عايش ممكن ندخل نصور عندكم؟ تفضل. الله أذن لنا عمي عايش بالدخول إلى منزله هنا في هذه القرية ونأخذكم مشاهدي الكرام إلى هذا المنزل المتواضع. هذا بيتك؟ يعني كم انتم كم اسره هنا عايشين؟ احنا اسره يعني احنا اسره كثيره ومع البصير هذا وال نشوف. هذا منو؟ هذا اخوه. ايوه اعماه كمان؟ ايوه برا ما ايوه شوي. ايوه لاحظت حركه. اسمك يا جابر؟ جابر عايش. حياك الله عم جابر. يعني ايش كم في عميان؟ معي 4 انفار عميان. عميان موجودين هذا وال في بنت الله وذي والبصر هو أبده هذا الذي اللي قلتنا. أيوه. إذا كويس إحنا بنصور. راحوا جابوا ابنك اسمه عبدو. عايش عبدو. حياك الله يا عبدو كيف حالك؟ فضلك. كل سنة وانت طيب. الله سامي.
طيبين الحمد لله ما انتم اجيتونا احنا ما بيوتنا. شهر كريم عليكم. شهر كريم نفستوا علينا نفس الله عليكم. امين ان شاء الله. طيب الان لو اقول لك تعال تقدر تعرفهم الان كذا بالشكل من غير ما يتكلموا اوكي؟ ايوه هذه سابرة هذه خديجه وهذه عبد الله عبد الله وهذا ثام اسمه حواري هذا علي هذا بأي هذا علي الصغير اخر واحد ما يقول واحد يجود انا مستني الا ذا بس يشوفوا نحن الناس اللي نمشي مسافرين حالنا ما نقولش للناس احنا بنا امي الحمد لله الحمد لله يديلكم الصحه والعافيه خلاص اذا ان شاء الله العيش والروتي قد ما بيكفيش لكن في سله غذائيه احنا بنشوفها مؤقتا السله مقدمه من العالميه للحوالات الماليه للصرافه وقطمة سكر وقطمة رز وكيس دقيق تمام طيب خلاص انت رجل رائع ورجل تستاهل كل خير هذا مبلغ مالي مقدم من الشركة العالمية للصرافة 50,000 ريال تخلي معاك تشتري كسوة للعيال ما في اي حاجة تحتاجها في البيت تمام كويس كذا ايوه تمام الله هذا معاك هذا كل سنة وانت طيب ان شاء الله سلامتك الله يدي لك العافية إذا مشاهدي الكرام نكتفي بهذه الفقرة وأشوفكم إن شاء الله فقرة ثانية على خير بالتكافل والتراحم والحب والإحسان مشاهدي الكرام عدنا إلى واحدة من المواقع اللي صورنا فيها البرنامج وحنشوف إن شاء الله هذه الفقرة وهذا المنزل في الحديدة نشوف هذا البيت بإذن الله السلام عليكم هذه الحالة مشاهدينا الكرام يعني أهل الخير فاعلين الخير وفاعلات الخير استجابوا لهذا النداء حولوا مبلغ نشوفه 50,000 ريال هذه لك يا أمي تجيبيها لها ابنك ما يفرق علي إبراهيم محمد علي اسمه علي أيوه علي إبراهيم تعاطفوا مع الناس آمين لك مستور ومكبر وبالعافية مشاهدي الكرام كانت هذه الفقرة عدنا إذا سنعود هذه 50,000 محولة من أحمد طاهر عوام جزاه الله كل خير تفاعلوا مشاهدين الكرام لهذه الحالة أو لغيرها التليفون بيبان على الشاشة أهل الحديدة بسطاء يستاهلوا كل الخير مشاهدين الكرام سنعود بالتكافل والتراحم والحب والإحسان البيت طبعا كما بتشاهدوا بيت متواضع وحنشوف الآن وندق الباب السلام عليكم كيف حالك كيف تعبك الحمد لله سنة طيب أنت طيب كريم علينا وعليكم اسمك العزي عز عمر كيف حالك هذا بيتك أيه. طيب احنا نكمل الحكايه داخل نستأذنك ندخل تفضل حبيبي اذا اذن لنا العزي ندخل مشاهدي الكرام نشوف منزله هنا ونعرف هذه القصه كم عدد اسرتك العزي 6 بنات و3 عيال معزي ايش شغل الان؟ على المتر والله هيا نشوف المتر هذا لو سمحتوا هذا هو عطلان شكله ايش فيه بالمتر هذا؟ والله كان بنشر والتاير خربان كل ساعة بنشر علي اجيت الان نصور صلحته صلحنا ايش التاير؟ التاير وهذوك عطلانات السواع وال كل هذا مشي كم تطلع من المتر هذا؟ فلوس يكفي مصاري والله بدنا نحك الرز بس والمشي بال ايوه ومادام عادوا خربان حالته حال الموتور يعني مشكله ايش يوم وقف ويوم تشتغل يوم كذا ويوم كذا ما فيش معك احد يوقف معك يساعدك ما فيش الله يعينك ابا وان شاء ربنا معك ومع الناس كلها البرنامج بيقدم مجموعه حاجات حنشوفها هنا في سله غذائيه تساعدكم ان شاء الله برمضان الحمد لله عشان البنات وجدت كسولون والله 4 أيام ما يعرفون الكسوس على الجيران سله مقدمه من العامري للصرافه شركه رائده من الناس اهل الخير فاعل الخير في هنا كيس دقيق ايضا وقطمه سكر وقطمة رز الحمد لله يرجع لك أنت يا عم عزي المتر تقريبا إصلاحه هذا كم تشتري له تاير جديد تصلح له السواع حقه لا هيش صلحته ماما عندي 50-60
احنا في هنا مبلغ مالي مقدم ايضا من العامر للصرافة وهو 50,000 ريال تخليها انا بجيبها لك كنتين تشتري انه البنات ازعجني بالكلام انه مش لاقي كسوة والله كم لحنا من الكسوة تبكي لك ما شاء الله عليك ها ايوه مساكين والله انك حبوب بسيط هذه البنات انا احبهم انا معي بنت رائعه وانا احب البنات ايوه نعم هذه 50,000 ريال من العامري شركه العامري للصرافه حنخليها لعند الام عشان البنات المساكين هذول الرائعات الحلوات تشتري لهم كسوه وحاجات كذا لا امس وانا اتفرج على البرنامج حقك امس وانا اقول يا رب سخرهن لنا يا رب بيتهن عند عنا تجيبون الى حالتنا يا رب شوف سبحان الله يا رب جيبوا عند احنا يا رب الحمد لله الحمد لله بنسأل ونروح مناطق كذا بشكل عشوائي معنا ناس منظمين لهذه الحكاية النزول إلى منازل الأكثر استحقاق البرنامج بيدي حاجات بسيطة وأنا أقول للإخوة الراغبين لمساعدة هذه الأسرة بيشوفوا التليفون الآن على الشاشة أمامهم يقدموا مساعدتهم جزاهم الله كل خير وإحنا سنوصلها إليهم فقط عمي عزي عشان ما يجلس يعني محتار هكذا عشان السيكل حقك هي وسيلة عيش وطبعا لو صلح السيكل بيلاقي مصدر رزق عشان الأولاد أيوة لقمة العيش هذه 20,000 ريال مقدمة من فاعل خير في حضرموت وهذه 30,000 ريال أيضا مقدمة من فاعلة خير في قطر ست رائعة ده الله بخير بكل شيء تصلح السيكل حقك والبنات يشتروا لهم الثياب والحاجات هذه كسوة العيد وأيضا السلة الغذائية متكاملة لكم الله يجزاك العافية وبهذا القدر مشاهدي الكرام نختتم هذه الحلقة من برنامجكم تراحموا أشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة على خير يسكن قلوب الناس ويظل الأمل موجود يسكن قلوب الناس بالتكافل والتراحم والحب والإحساس بالتكافل والتراحم والحب والإحساس بالخير والمعروف والعطف والإحساس أكيد بقى يشوف كف العطان براس بالخير والمعروف والعطف والإحساس أكيد بقى يشوف كف العطان براس